ركزوا معايا يا جماعة بالله عليكم علشان تعرفوا ان في ناس بتكون عزيزة على ربنا. كان ليا واحد صاحبي كنت انا وهو موجودين في مكان كده مقيمين في مكان ومعانا شوية ناس كمان اصحابنا. الاذان يأذن الحمد لله محافظين على الصلاة والدنيا كويسة خالص. فجيت في يوم من الايام بقول لصاحبي ده يلا المغرب، حسيت انه بيتلكك بيقول لي اصل هعمل وهسوي ومعلش وصلي انت، حسيته بيتهرب بصراحة يعني. العشاء كذلك، يوم خلص ونمنا وصحيت الفجر بصحيه مش راضي يصحى، يا ابني اصحى صلي معايا، مفيش. فصليت انا وبعد ما صليت لقيته قايم مفزوع من النوم، قلت له في ايه؟ قال لي انا امبارح ما صليتش المغرب والعشاء، قلت له انا عارف، قال لي ودي اول مره اعملها في حياتي. قال لي انا شفت رؤيه دلوقتي ان انا زي ما يكون بعدي الشارع وفي عربيه خبطتني وعمال اصرخ واستغيث بالناس مفيش حد راضي ايه يعبرني، واللي يجي يبص عليا يقول ده ميت سيبوه. لحد ما والدي واخويا برضه نفس الكلام عمال اصرخ فيهم اقول لهم انا صاحي مش ميت، يقول لي لا ده ميت، والدي بيقول لاخويا كده تعال نصلي عليه وندفنه. فالمهم جاي يصلوا عليا وكل ما يجي يندهوا لحد علشان يصلي معاهم يقول لهم لا مش هينفع نصلي عليه، ده ما صلاش المغرب والعشاء. كل ما حد يجي يا جماعه تصلوا لا مش هنصلي عليه، ده ما صلاش المغرب والعشاء. سبحان الله. المهم والده واخوه في الرؤيه يعني صلوا عليه وجاي يدفنوه، عمال يصرخ ويقول انا مش ميت طلعوني انا عايز اصلي المغرب والعشاء طلعوني، لحد ما قفلوا عليه الايه القبر. وسبحان الله في يا جماعه رد جميل احسن من كده. دايما كنت يعني اقول ايه هو الرد الجميل، ربنا عز وجل يرد الواحد الى رد جميل، مفيش احسن من كده اظن. ربنا عز وجل بيقول وما نرسل بالايات الا تخويفا، على طول ربنا عز وجل يبعت لك في رسائل، ممكن تكون رساله حلوه كده بسيطه سهله زي كده، في رسائل صعبه مرض حد يتوفى قدامك، بس انت لازم تقرا رسالة كويس. يا رب يردني عليه رد